النهارده هنعمل مع بعض اختراع هندي كده غريب شويه اسمه كيما صويا. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من فول الصويا مسلوق ومضروب في كبه لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. عندي ورق لورا، قرفه، قرنفل، حبهان وبذور الكمون. عندي بصل، طماطم، فلفل حامي، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، جرام مسالة، كركم، شطه، توم وبسله وشويه من الزبده. طيب وعندي هنا عيش ده بس للتقديم كده مع الاكل. هنزل بالزبده عليها نقطه زيت بس عشان ما تتحرقش. وفي الزبده كده هنزل بالمنكهات بتاعتي. عندي ورق اللورا، القلفه، كمون، حبهان والقرنفل. تقليبه كده نخلي ايه الزبده تاخد من الطعم بتاع كل الحاجات دي. نستنى ايه ريحتهم تطلع كده وهنزل بالبصل. هنزل بالفلفل الحامي، هنزل بالثوم والجنزبيل، وهنزل بالطماطم. حلو قوي، اقلب الكلام ده كويس. ننزل بالتوابل بتاعتنا، كزبره، جرام مساله، كركم، الشطه. نشيل الكلام ده بس من هنا، نشتغل دايما ايه على رواقه كده ونقلب لحد ما التوابل بتاعتنا ما تبقاش ظاهره خالص. هنزل بالبسله، هنزل كزبره، هنا شوية مية وهنزل بيها ونقلب شوية مية كمان. ندي الكلام ده ايه دقيقتين تلاتة كده مع بعضه. هاخد فول الصويا المسلوق ومضروب وهنزل بيه على الخليط اللي انا عملته ده. من هنا نبتدي ايه نكسره كده او نهرسه ونقلب لحد ما ايه يتجانس كده ويخلط كويس مع كل حاجه. وندي الكلام ده دقيقتين كده على النار.